وبالحديث عن التغيرات الجوية التي تعرفها بعض المناطق في الوطن، شهدت ولاية باتنا مساء أمس أمطار طوفانية لم تشهد لها مثيل منذ السبعينيات، وقد بدأت الأمطار في التساقط من الساعة الرابعة من مساء أمس إلى غاية السادسة من دون انقطاع، ما أدى إلى فيضانات الأودية وتدفق السيول لتغمر الطرقات وتشل حركة السير، حيث تدخل السكان بمعية مصالح الحماية المدنية وقدموا يد العون والمساعدة أقل لما لا يقل عن 120 عائلة علقت في طوابير امتدت على طول 20 كيلومتر، ومن بين الحالات امرأة حامل تمكن مواطنون من نقلها إلى قابلة عجوز ساعدتها على الولادة في ظروف جيدة قبل تحويلها إلى المستشفى. كما أدت هذه الأمطار إلى تسجيل حوادث مرور في مناطق مختلفة. مراسلنا سعيد حريقة رصد التالي. جينا من جيجل من 8 وحنا لهنا كيما الجامعه من 8 وحنا هنا حتى الظرف قداف الساعه 11 هاي ال 11 سلمت شويه والرجاله قاموا بنعطيهم الصحه والله ما خلفوا حاجه كيما وقفوا معنا وسلكونا في الثنيه ربي يسلك امورهم ان شاء الله. خويا لقينا مراه مسكينه واحد زيد ديناها لواحد الدار زيدت وعيطنا لواحد العزوج كبيره جات ايه زيدت لها سهلت لها الامور تاعها بيا والله غير الحمد لله. اليوم خرجنا متطوعين جينا باش على هذا الطريق باش نحلوها المواطنين باش يعديو كنا نعاونوا في الغاشي باللي لا سيركلاسيون كانت مبلوكيه وعديناهم كامل.